وبالمناسبة دي طالما أننا عدنا مرة أخرى نهتم بشأننا العربي والإفريقي، فلابد نقول أنه هناك محاولة لافتعال أزمة فاشلة 100% بين مصر والمغرب. فالعلاقات المصرية للمغرب هي علاقات قوية جدا، واللي زار المغرب يعرف قد إيه الناس دي كشعب أو ملك أو حكومة بيحبوا المصريين، لدرجة أن احنا لما بنروح المغرب بنتخض من الحفاوة والتقدير والاحترام. فلا يمكن تكون محاولة افتعال أزمة عبر واحدة من القنوات الضالة اللي بيطلع يتكلم فيها إخوان الشتات، لأنهم كتب عليهم أن يعيشوا في الشتات الآن، ويمكن احنا بنتفرج عليهم يعني في عواصم مختلفة أنهم يفتعلوا تقرير ضد جلالة الملك المغربي فيحصل رد من أحد الإعلاميين بشكل أو بآخر. اللي عايزين أكد عليك حزب مصر الأحرار أن علاقات الدول والشعوب لا يمكن أن تتأثر برأي هنا أو رأي هناك أو موقف صحفي هنا أو خبر صحفي هنا أو تقرير تلفزيوني هنا أو هناك. العلاقات أقوى وأكبر بكثير، واعتقادي أن شعوبنا وحكومتنا أكثر نضجا من أن يتلاعب بها بعض الذين يعتقدون أنهم يمارسون إعلاما، وده طبعا ملوش أي علاقة بالإعلام. يمكن ده مناسبة أني كمان أتكلم عن إحنا مش مشغولين خالص طبعا بإخوان الشتات، وبأنهم لديهم قنوات بيتكلموا بيها وبيساعدوا الحظ أنه يتفرج عليها، هيصاب بحاجة من حالة من حالتين، إما أنه هيضحك كتير قوي واللي اعصابه ضعيفه هتلاقوه بينفعل وبيتغاظ كتير. فاحنا بنقول لاخواننا اللي بيتغاظوا او بيتضايقوا من اخوان الشتات على الشاشات اللي هم موجودين فيها، ابتعدوا عنها ان كنتم ما بتتحملوش، اما ان كنتم باحثين عن فقرات نضحك فيها فروحوا اتفرجوا عليها. ده بقوله بمناسبه الاكاذيب اللي بتبث ليل نهار، وللاسف الشديد ان جوبلز لما كان اخترع نظريه اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس او سيصدقك الناس، يبدو ان كان تلميذ بالنسبة له، ويبدو انهم ما استوعبوش ان اعظم ما قدموه خلال الفترة اللي تقدموا فيها الصفوف بعد ما سرقوا ثورة 25 يناير واصبحوا مسؤولين سواء برلمانا او رئيسا، ما استوعبوش ان الشعب المصري موقفه الاساسي منهم كان من الكذب. ونحن نعلم ان في ديننا الاسلامي الحنيف ان المسلم يمكن ان يرتكب اي خطأ او يقع في اي خطأ، لكن ان يكذب لا. فهم يعني بنهنيهم على امتلاكهم اكبر مصانع للكذب في العالم، فهم تفوقوا في الصناعة دي بشكل غير طبيعي.